العد العكسي لإطلاق المنصة الإلكترونية لمصرف لبنان، المنصة التي تتجه إليها الأنظار وتعقد عليها الأمل، وإن كان إطلاقها قد لا يبيع سوى الوهم بحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، فيما بات معروفاً أن إخفاق عمل المنصة سيكون آخر محاولات مصرف لبنان لضبط انفلات سعر صرف الدولار وسوقه السوداء. فلماذا تعتبر احتمالية نجاح المنصة أمراً صعب المنال؟ كل شيء وانت عم تطبع ليرة، هاي المصاري بدها توصل بالآخر للسوق، الناس رح يستعملوا هاي المصاري اللي يطلبوا فيها دولار، سعر الدولار بده يطلع، هذا اللي عم يطلع الدولار، اللي عم يطلع الدولار للمنصات ولا من يحزن. المشكلة الأساسية أنك عم تطبع ليرة، كل شيء عم تطبع ليرة مع منصة مصرف لبنان أو بلاها، مع صرافين شرعيين أو بلا صرافين، أوكي؟ الدولار بده يطلع لأنه بلبنان عندك 4 ملايين صراف اللي هو كل الشعب اللبناني، وهيدول كل ما عم يوصلهم ليرة على جيبهم عم بيروحوا يحولوها للدولار، والدولار بده يطلع، المنصة ما رح تأثر بهذا الموضوع، على المدى القصير ممكن تأثر شوي إذا ضخ فيها المصرف المركزي شوي الدولارات كرمال يخليها تقلع. يتوقع مصدر مصرفي لسبوتشوت أن تستمر عمليات بيع الدولار من قبل المواطنين في السوق الموازية، خصوصاً مع تأكيد وجود فارق بالأسعار بين السوق السوداء وبين المنصة. ووفق المصدر، فإن سعر الصرف الذي سيحدده مصرف لبنان في أول أيام تداول سيتحرك حول مستويات 10,000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي سيرسي استقراراً ولو مرحلياً في الأسواق. بس هيدا ما بيمشي إلا على المدى القصير، لأنه بكرة بس يبطل المصرف المركزي ضخ دولار بهالمنصة والناس يستوعبوا إنه بعدنا عم نطبع ليرة والدولار بعده عم بيطلع، كله بده يوقف وبالتالي الدولار بده يرجع يعمل نقطة. مشان هيك المنصة إذا مشيت بتمشي بس على المدى القصير وما بتعطي مفعول طويل الأمد، وبيلعب على نفسية المواطنين، بيقول له ها عملنا المنصة نزل الدولار، هيك بركي الناس اللي عندها شوية مصاري بالبيت تقول اوف الدولار بده ينزل، خليني اركض وحوله على ليرة، بياخدوا شوية دولارات من هدول الناس اللي حاطينها ببيوتهم. بصرف النظر عن مدى نجاح المنصة وتحقيق جدواها وتوحيد أسعار سعر صرف الدولار، تبقى خطوة مصرف لبنان مجرد إجراء موضعي، أما الأزمة فتستلزم حلولا جذرية أشمل، لا سيما على مستوى الإصلاح واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.